في اليوم الثاني على التوالي المصريون يواصلون الإدلاء بأصواتهم على مشروع الدستور. وزارة الداخلية تعلن انتظام كافة الخدمات الأمنية بجميع مقالي الاستفتاء على مستوى الجمهورية. العليا للانتخابات تسلم اليوم نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور من البعثات المصرية بالخارج، وإعلان النتيجة النهائية بعد 72 ساعة من انتهاء تصويت الناخبين. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، مع نشرة إخبارية جديدة من النيل. أهلا بكم، والبداية مع أمين نعمان. أشكرك إيمان، أهلا بكم. لليوم الثاني على التوالي يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع اليوم في ثاني أيام التصويت على استفتاء الدستور، وبدأت عمليات التصويت في 9 صباحا على أن تغلق اللجان أبوابها في 9 مساء. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الداخل 52,742,139 ناخبا موزعين على 30,317 لجنة. رصدت غرفة عمليات وزارة الداخلية انتظام كافة الخدمات الأمنية بجميع اللجان ومقر الاستفتاء على مشروع الدستور على مستوى الجمهورية. وأفاد مصدر أمني بالغرفة بانتشار كافة قوات الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة بجميع لجان ومقر التصويت بالمحافظات منذ فجر اليوم لتأمين المواطنين والقضاء وكافة المشرفين على عملية الاستفتاء. كما أكد المصدر الأمني أن الغرفة لم تتلقى أي بلاغات حول محاولات الاقتحام أي لجنة أو مقر انتخابي، مشددا على سلامة جميع صناديق التصويت التي أغلقت بالأمس عقب انتهاء اليوم الأول من استفتاء الدستور. ومشاهدينا الكرام، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القليوبية مباشرة محمود الصياد مراسل النيل. صباح الخير محمود، وكيف تسير الأمور لديك ونحن في الساعة الأولى من الصباح؟ نعم، نحن متواجدون تحديدا في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بعد مرور نحو الساعة على عملية الاستفتاء اليوم. يتواصل وصول الناخبون أو الناخبين إلى مقر اللجان الانتخابية في جميع أنحاء محافظة القليوبية وتحديدا في مدينة شبرا الخيمة، حيث ننقل ونغطي عملية الاستفتاء. يبدو المشهد وإلى الآن تأكيدا لما شاهدناه بالأمس من حرص عدد من الكبير من المواطنين على المجيء إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء، وإن غابت مشاهد الطوابير الطويلة التي شاهدناها على فترات كبيرة من اليوم الأول للانتخابات أو للاستفتاء بالأمس. بالنسبة للإجراءات التأمينية في محافظة القليوبية في عموم مراكز واللجان الانتخابية محافظة القليوبية، أعيد التأكيد على أن قوات الشرطة والجيش وفرت أكثر من 6,000 جندي وضابط منتشرين في جميع أنحاء المحافظة لتأمين عملية الاستفتاء، وهو الوضع الذي أتى أكله بالفعل على مدار أمس وحتى اليوم، وغابت أي أعمال عنف عن جميع اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية، حيث جاء اليوم أمس محمود بالأمس كان هناك القبض على بعض الأشخاص الذين كانت بحوزتهم أسلحة، هل اليوم بتجري نفس عمليات التمشيط للكشف عن وجود أي خروقات؟ بالفعل هذا القبض كان قد أكده مدير الأمن، ولكن كان في أماكن بعيدة عن اللجان الانتخابية. أنا أتكلم فقط عن اللجان الانتخابية ومحيطها. اليوم يوم أمس
السياسي كان هادئا في محيط اللجان الانتخابيه، لم يسجل اي انتهاكات امنيه في اي من اللجان الانتخابيه في جميع انحاء محافظه القليوبيه طوال امس وحتى اللحظه التي اتحدث بها محافظه القليوبيه بشكل عام. وكما تؤكد جميع الانتخابات والاستفتاءات التي اجريت على مدار السنوات الماضيه تشهد عمليات انتخابيه وعمليات استفتاء هادئه للغايه بعيدا عن اي اعمال عنف، ما هذا ما لمسناه هنا عن المحافظه. احب التاكيد في النهايه على ان محافظه القليوبيه بها اكثر من 2,700,000 ناخب موزعين على جميع مراكز المحافظه بزياده 190,000 ناخب عن اخر استفتاء اجري في عام 2012. هناك ايضا نحو 1,000,000 ناخب من المغتربين من المحافظات المختلفه الى محافظه القليوبيه ويتركزون في مدن شبرا الخيمه والعبور والخنكه، وقد وصلت اللجنه العليا للانتخابات 8 لجان لتصويت الناخبين موزعه على جميع انحاء المحافظه. شكرا جزيلا محمود الصياد، كنت معنا مباشره من محافظه القليوبيه. وللمزيد من المتابعه ينضم الينا مباشره من المنوفيه عبد الله بركات مراسل امين الى هناك. عبد الله، ماذا عن الاجواء العامه لديك حتى هذه اللحظات؟ يمكن منذ الصباح الباكر وتحديدا الساعة 9 صباحا بدأ الناخبون في التوافد هنا في مراكز الاقتراع في محافظة المنوفية، والبالغة حوالي 523 مركز اقتراع بتضم 603 مقر انتخابي ب 1310 لجنة فرعية. نحن هنا في المدرسة الثانوية بنات القديمة بمدينة شبين القوم بها 6 لجان فرعية. معدل التصويت وصل حتى هذه اللحظة حوالي 35%، حوالي 4,000 صوت من 12,000 صوت هي الكتلة التصويتية في هذه المدرسة. يمكن مدرسة الوافدين أو الوعي القومي الموجودة في مدينة شبين القوم المخصصة للوافدين معدل الإقبال فيها عالي جدا، وبالتالي فقد قامت المحافظة بتزويدها بقاضي ولجنتان فرعيتان، وذلك لمواجهة هذا الإقبال الكبير من قبل الناخبين. معظم اللجان بدأت في حوالي الساعة 9 صباحا باستثناء حوالي 4 لجان، اثنتان في أشمون واثنتان في مدينة السادات، وذلك بسبب تأخر القدوم نتيجة للشبورة المائية الموجودة بكثافة هذا الصباح في محافظة المنوفية. معدل الإقبال منذ الصباح الباكر ومنذ الساعة 9 تقريبا هو معدل أقل من المتوسط حتى هذه اللحظة، الأعداد يعني صغيرة لا ترقى إلى المستوى الذي كان موجودا بالأمس، لكن حول المعدل الذي موجود من 35% ومعدل 35% هي نسبة عالية جدا بالمقارنة باستفتاء العام الماضي الذي كان معدل الإقبال فيه وصل الى 15%. عبدالله، يعني كيف رصدت ردود افعال المواطنين في عمليه الادلاء باصواتهم في الاستفتاء على الدستور؟ بالفعل هناك اقبال كبير من جانب الناخبين، يعني هذا شاهدناه بالامس هنا في مدينه شبين القوم. يمكن كان هناك تقاليع من المواطنين سواء من قام بحلق راسه على هيئه نعم للدستور او من يتجول بالدراجه البخاريه رافعا نعم للدستور، وذلك لحس المواطنين على التوجه الى صناديق للاقتراع. كذلك كان هناك اللواء حمدي عثمان مدير اداره المدرعات والذي كان يقوم بجوله في مدن ومراكز المحافظه محافظة للتأكد من توافر الأمن والتأكد من يعني أنه تم توفير كافة الإمكانيات الأمنية للمواطنين للإدلاء بأصواتهم. كذلك هناك في اللجان توفير حرم أمني في حرم هذه اللجان لمنع أي من السيارات من الاقتراب من هذه اللجان حتى لا تستخدم ذلك في أي عمليات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، بالرغم من أن هناك بعض المحاولات من قبل عناصر التنظيم الإرهابي لتعكير صف العملية الانتخابية في محافظة المنوفية، إلا أن الإقبال الحاشد من قبل المواطنين على الاستفتاء منع الكثير من هذه العمليات من أن تتواصل، نتيجة لأن يعني كان في مدينة أو في قرية سمادون بأشمون كان هناك يعني تراشق ما بين المواطنين وما بين عناصر التنظيم الإرهابي، لكن الحشد الكبير من قبل المواطنين أدى إلى استمرار العملية الانتخابية، وبالتالي فإن العملية أو محاولات عرقلة سير العملية الاستفتاء لم تكن على يعني لم تصل إلى أن يتم ايقاف اي من اللجان سوى نصف ساعه تقريبا على اقصى تقدير. بالاضافه الى ما ذكرته الان عبد الله، هل من ملاحظات اخرى رصدتها اثناء متابعتك لسير عمليه الاستفتاء على الدستور؟
يمكن الملاحظات الاهم والملاحظه الاهم وهي الموجوده ايضا على مستوى كافه المحافظات هو تكثيف امني بطريقه كبيره على يعني على اللجان المختلفه وفي حرم اللجان المختلفه، كذلك مديريه الامن ومحافظه المنوفيه هناك اغلاق تام للمداخل امام المحافظه وذلك تحسبا لاي عمليات قد تقوم بها الجماعه الارهابيه، لكن بالامس رصدنا بعض التجاوزات من قبل هذه العناصر من المنتمين والمنتميات الى عناصر التنظيم الارهابي ممن يقومون بالاشراف داخل اللجان، وقد قام المواطنون يعني بتقديم شكاوى ضدهم وتم استبعادهم من قبل اللجنه العليا للانتخابات من الاشراف على عمليه الاستفتاء. غير ذلك فان الامور هادئه تماما في محافظه المنوفيه والاقبال ما زال في مرحله الاقبال المتوسط حتى هذه اللحظه. نعم عبد الله بركات مراسل النيل من المنوفيه متابعا لسير عمليه الاستفتاء على الدستور، شكرا جزيلا لك. ومن منطقة الهرم تنضم إلينا مباشرة ولاء الحديني مراسلة النيل. ولاء صباح الخير، وأسألك عن سير العملية الانتخابية اليوم كيف تجري؟ هل كانت هناك معوقات كما حدث في بعض الأحيان بالأمس؟ في البداية أوجه تحياتي لك أمل وللسادة المشاهدين الذين تابعونا لحظة بلحظة مع بدء عملية الاستفتاء على الدستور أمس. الآن أنا بالفعل متواجدة داخل مدرسة الشهيد هشام شتا ولجنة الاقتراع الموجودة هنا، وهذه اللجنة نذكر أنها تضم عدد 12 لجنة فرعية. هذه اللجنة حتى الآن لم نشهد فيها أي تجاوزات ولم نشهد فيها أي تجاوزات وجهت المواطنين الذين جاءوا للإدلاء بأصواتهم والاستفتاء على الدستور اليوم. تم فتح باب اللجنة في تمام الساعة 9:15 صباحا، تم التأخير لمدة نصف ربع ساعة وذلك بسبب الإجراءات التي قام بها القضاء ورؤساء اللجان، حيث قاموا بفض الأختام وقاموا بالتأكد من وجود الأرقام الموجودة على الصناديق الشفافة البلاستيكية التي وضعوها أمس، وقاموا بالتأكد أيضا من وجود استمارات الاقتراع ووجود الأقلام الحبر الفوسفوري وجميع الأقلام وجميع الأشياء التي قاموا بعمل بتحرير محضر بها أمس، هذا داخل اللجنة. أما عن توافد المواطنين هنا على اللجنة في المنطقة فقد شاهدنا إقبال إلى نستطيع أن نقول أنه إقبال كثيف، وخاصة أن كان يوجد هنا أمام اللجنة طوابير طويلة قبل بدء فتح قبل فتح اللجنة في تمام الساعة 8 صباحا. رصدت أيضا ردود أفعال المواطنين الذين جاءوا هنا للإدلاء بأصواتهم، فتحدثت مع عدد من الشرائح العمرية المختلفة هنا، تأكدوا أنهم مصرين على الإدلاء بأصواتهم وذلك لأنهم يرون أن الدستور سيحقق أمال وطموحات كثيرة وذلك بعد أن قرأوا هذه المواد في الدستور. أيضا لاحظت وجود شرائح عمرية مختلفة وأكثرها من كبار السن، وذلك لم يتواجد فقط اليوم ولكن أمس أيضا كان يوجد عدد كبير جدا من كبار السن هنا في هذه اللجنة. هذه اللجنة كانت أمس قد شهدت في محيطها تجاوزات من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية التي قامت بعمل اشتباكات في شارع العريش وفي محطة التعاون في العديد من المناطق المحيطة بالأمس. لم تؤثر على سير عملية الاستفتاء، بل أن شارع الهرم الرئيسي كان يشهد أمس أيضا تزامنا مع هذه الأحداث كان يشهد فرحة عارمة من المواطنين الذين قاموا بترديد الهتافات المؤيدة للجيش والأناشيد الوطنية، وكان هنا فرحة عارمة تسود المنطقة بوجه عام. نعم ما حدث بالأمس هل استدعى المزيد من الإجراءات الأمنية تحديدا في منطقة الهرم التي يحدث فيها بين الحين والآخر هذه التجمعات وهذه الاشتباكات؟ بالفعل نجح رجال الجيش والشرطة معا في إحكام القبضة الأمنية هنا في شارع في منطقة الهرم بالفعل، حيث نلاحظ تأمين مكثف منذ الساعات المبكرة من صباح أمس وحتى الساعات المتأخرة من مساء أمس، واليوم أيضا نلاحظ تأمين مكثف حيث نجحت قوات الشرطة أمس في فض الاشتباكات التي حدثت بالفعل في منطقة العريش والتي بدأت في تمام الساعة 11 من صباح أمس. نعم.
شكرا جزيلا لك ولاء الحديني من الهرم. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من جنوب سيناء مراسل أمين إلى هناك مصطفى نزار. مصطفى، هل لك أن تضعنا في صورة تطورات الأوضاع؟